picture. All this picture. He's our father. نحن في بلدنا، والمعتدي يأتي عبر البحار ليغزو هذا البلد. الحرب قربت. قربت؟ اي بس 14/3 قالوا يضربونا باسم قلم 14/3. انتوا الامريكيين ضربوا على مود يعني ما نصير اذا صارت حرب. S'il y a la guerre qui éclate, vous allez en voir encore des dizaines, des centaines. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est l'horreur absolue. شنو قبل الحرب صدام طلع العصابات الحراميه يعني حكم عليهم بالاعدام طلعهم هذا المكان اللي نشوفه الان اشلاء هاي السينما العراقيه هاي تاريخ هالشكل العراق قبل النفط كان افضل بكثير من بعد النفط اصبح النفط نقمه امريكا تطلع من العراق تطلع امريكا